أنا قررت أتركك، بدي روح لبعيد وما عاد تشوف وشي بعد اليوم، ما عاد بدي أتذكرك، وأنت كمان إنساني. ميت! حاجة بقى يا بنتي بكفي، لأمتى بدك تضلي عم تعاقبي حالك؟ بس فهميني، لأمتى بدك تضلي عم تعذبي حالك بهالطريقة وتخبي كل هالوجع جوا قلبك؟ فهميني، ليش ما بتخبريهم مين انتي بالحقيقة وبترتاحي؟ ايه؟ احكي، روحي احكي له لهداك العصبي مين انتي، خليه يعرف انه هاي البنت يلي عم يتصبح ويتمسى فيها كل يوم ما انا منجيري وحدة ما بيعرفها، هي بتكون مرته الحقيقية عن جد. ليش لساتك عم تخبي عنه الحب الكبير يلي لساته بقلبك؟ خليه يعرف انك ميت يلي بتكمل حياته مثل ما هو بيكمل حياتك لإلك، وما في قوة بكل العالم بتقدر تفرقكن عن بعض. فهميني ليش لهلا انتي ساكتة؟ ها؟ هلا بتروحي وبتخبري انك بتكوني مرته ميت هودا. كيف بتسترجي تفوتي على أحلامي وتطلعي بهالطريقة؟ أنا بكرهك، أنا بكرهك كتير. أنا ما بقدر خبره، ما فيني روح وقف قدامه وقل له أنا هي ميت، ما رح أقدر خبره إنه أنا